وكذلك إذا قيل بأنه إذا خرج النجم الفلاني فإن الوقت يكون وقت الصيف أو وقت الشتاء، فهل هذا صحيح أو إنه توقيت؟ لا بأس توقيت، إن الحر له وقت وإن البرد له وقت ونزول الأمطار لها وقت، يمكن ويمكن ما تنزل، هذا راجع إلى مشيئة الله، لا بأس في ذلك، كل شيء له ميقات، وقد يحصل في وقته وقد لا يحصل، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.